به. من يحب إنسانا يسأل عنه، من يحب إنسانا يبحث عنه، يتتبع أخباره، أحواله، أقواله. شوفوا الأم اللي بيسافر وابنه رايح يدرس أو يتعلم أو يحج، بالليل وبالنهار ضل قلبه معه، عقله معه. هلا شو عم يعمل؟ فايق، نايم، عم ياكل، شو عم ياكل؟ مرتاح، مريض، معافى. هذا الحب. من يحب إنسانا ينتظره حتى يعود بفارغ الصبر. من يحب إنسانا يأنس به ويشتاق إليه. من يحب إنسانا يدعو له بالحفظ. من يحب إنسانا يزوره، يبحث عنه لزيارته ولو من بعد، بيبعث له رسالة، بيكتب له رسالة، بيحكمه على التليفون. من يحب إنسانا يتبعه ويمشي على خطاه. من يحب إنسانا يبكي لفراقه وللبعد عنه. طيب هذا التواصل الروحي بزيد الحب، بيخلي الحب جياش ويكبر ويتأكد.